في ملف الصحراء الغربية، التقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الوفود المشاركة في الملتقى الدولي لفقهاء القانون والمنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شكر الجميع على المجهودات المبذولة من خلال المعارك القانونية التي يخوضونها دفاعا عن حق الشعب الصحراوي وممتلكاته. شاكرين الجميع لحضوره على المحاضرات واللقاءات يعني المتعلقة خصوصا بالحكم المحكمة الأوروبية الذي أعطى للشعب الصحراوي ما حاول البعض نكرانه فيما يتعلق بثرواته وسيادته على وطنه وتمثيل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب له من الناحية السياسية والاقتصادية. بدون شك كل هؤلاء يعودون بأفكار نيرة لتعميق دفاعهم عن القضية الصحراوية فيما يتعلق بالجانب القانوني وفيما يتعلق بسرقة ثروات الشعب الصحراوي.